مساء الخير يا فندم. اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي بيحصل بإيد زمايلنا المتطوعين من اسكندرية لأسوان، وهنستعرض مع حضرتك جزء من الفعاليات اللي بتتم دلوقتي في 10 محافظات. محافظة الفيوم. مساء الخير فخامة الرئيس، كل سنة وحضرتك ومصر كلها بخير. أحمد الخطيب، التحالف الوطني لعمل الأهل التنموي، مؤسسة جمال الجرح للتنمية المجتمعية. النهاردة يا ريس احنا بنطلق فعاليات كتف في كتف في محافظة الفيوم، وتحديدا في مجمع الخير التابع لمؤسسة جمال الجرحي للتنمية المجتمعية. حابب يا ريس استعرض بعض المشاهد من الخلف. الآن بيتم تعبئة كراتين الخير من خلال مجموعة متنوعة من المتطوعين اللي جاءوا من كل أنحاء الفيوم علشان يقولوا إن شاء الله كتف في كتف هنقدر نعدي الصعب، كتف في كتف الخير هيلف. زي ما حضرتك شايف في الخلفية كل المتطوعين من الفئات العمرية المختلفة كلهم مبسوطين ان هم بيقدموا الخير لاخواتهم واهليهم سواء في محافظة الفيوم او المحافظات القريبة. كمان فخامة الرئيس بيميز المجمع هنا مجمع الخير انه مجمع متكامل. عندنا يا ريس مطبخ الخير، والمطبخ ده بيقدم وجبات ساخنة على مدار السنة. ان شاء الله خلال الشهر الكريم هنقدم وجبات بشكل يومي، وبعد انتهاء الشهر ان شاء الله يومين في الاسبوع هذا المطبخ بيبقى شغال على مدار السنه. حابب اشكر فخامتك على دعم هذه المبادره، والحمد لله الناس هنا مبسوطه جدا بهذه المبادره، وخاصه ان احنا حاليا في قريه الحمولي احدى قرى حياه كريمه اللي مبادره سيادتك اثرت كتير في حياه الناس وغيرتها. في النهاية فخامة الرئيس حابب أنقل لحضرتك تحيات وتقدير أهالي الفيوم لحضرتك ودعوتهم لسيادتك بتشرفنا قريبا في زيارة المحافظة. شكرا فخامة الرئيس. محافظة الجيزة. مساء الخير يا فندم، مع حضرتك سامح النمر من مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. المؤسسة تعمل من أكثر من 40 سنة لخدمة أهالينا في جميع مجالات الخير والتنمية على مستوى الجمهورية، ودلوقتي بنشتغل بسيستم كمبيوتر متطور لتسهيل العمل على اكمل وجه وفي اسرع وقت. وبعد انضمامنا للتحالف تم توحيد جميع قواعد البيانات، واصبحت خدماتنا مع التحالف على اوسع نطاق. بقالنا يا فندم اكتر من شهرين بنجهز الاف الكراتين لمبادره كتف في كتف، تلبيه احتياجات الاسر خلال شهر رمضان من افضل واجود المنتجات. وبجانب الكراتين بنعمل في مطبخنا بمؤسسه ابو العينين الاف الوجبات الساخنه على مدار السنه وموائد الرحمن خلال شهر رمضان. والمطبخ يا فندم مشهور جدا في الجيزة بجودة الأكل، وبنقدم السيراميك مجانا لكل المساجد والكنائس في مصر، واحنا فخورين ان ربنا اختارنا نكون جزء مشارك في عمل الخير على مستوى مصر كلها. بعد كل مشوار طويل او تعب كبير بنرجع بيكون جوانا طاقة كبيرة جدا اسمها طاقة الخير. حضرتك يا فندم مؤسسة ابو العينين من اول رئيس مجلس الإدارة لاخر فرد معتزين وسعداء ان حضرتك بتسمعنا وبتشوفنا دلوقتي، وبنشكر سيادتك جدا على رعايتك للخير، وبنقول لحضرتك كل سنة وسيادتك طيب وبخير يا ريس بمناسبة شهر رمضان الكريم، وشكرا يا فندم. محافظة الدقهلية. مساء الخير فخامة الرئيس، أنا أيمن حسين من إدارة جمعية الأرمان، والنهاردة لي عظيم الشرف أن أتواصل مع سعادتك من أحد مواقع الجمعية في محافظة الدقهلية. زي ما في الكادر ورايا باين قدام حضرتك، موظفين الأرمان بالتعاون مع أكثر من 200 من المتطوعين من أهل الدقهلية الكرام بنستكمل عملية تعبئة الكراتين اللي هيتم توزيعها على أهالينا من الفئات الأكثر استحقاقا في محافظة الدقهلية. إحنا بدأنا من أكثر من شهرين، ودي عادة الأرمان على مدى أكثر من 25 سنة التواجد في الأرض مع كل أهالينا اللي محتاجين مساعدتنا. وكان انضمامنا للتحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي من سنة، وكنا عضو مؤسس ولنا الشرف بتوجيهات سعادتك، ده كان فرصة كبيرة جدا ان احنا موقفنا على الارض يبقى اقوى بكتير. لان احنا لما تم توحيد قواعد البيانات بيننا وبين الجمعيات الزميلة والشريكة، ده خلى الفرصة اكبر للوصول لاكبر قدر من الناس المستحقة في جميع انحاء الجمهورية. الأرمان بتستهدف بامر الله ان احنا نكمل عملية التوزيع بنهاية التلت الثاني من شهر رمضان. مبادرة كتف بكتف هي فعلا جت في توقيت كانت الدنيا كلها محتاجاه. ما كانش حد عارف انها تحصل ازمه كبيره زي اللي العالم كله فيها، لكن هو ربنا دايما حاطط الخير في مصر، وزي ما حضرتك دايما بتقول
مصر بخير، وفعلا رئيس مصر بخير وهتفضل بخير، وكل سنة وحضرتك طيب وجميع المصريين بكل خير. شكرا جزيلا رئيس. محافظة البحيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بسيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، وبنرحب بالسادة الضيوف الكرام. من محافظة البحيرة رئيس مهندس مصطفى عادل، مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع. النهاردة يا رئيس احنا في مبادرة كتف في كتف، المبادرة اللي من خلالها نشمل للتجميع وتعبئة عدد 4.5 مليون كرتونة هتتوزع على مستوى أنحاء الجمهورية. عندنا يا رئيس في المؤسسة بنقوم بتعبئة وتغليف بعض من هذه الكراتين، وزي ما حضرتك متابع الشباب والفتيات بيقوموا بتعبئة هذه الكراتين. عبارة عن الكراتين حضرتك كل ما يلزم الأسرة من مواد غذائية تفضل معهم طول شهر رمضان الكريم. بعد سعادتك ما بننتهي من تعبئة وتغليف هذه الكراتين بنقوم بتوزيعها على أنحاء المحافظة عن طريق قاعدة البيانات اللي احنا محضرينها في المؤسسة وتحت مظلة التحالف الوطني. كمان يا رئيس المبادرة حضرتك مكملة معانا طول شهر رمضان عن طريق ان احنا عندنا افطار 2000 صائم يوميا عن طريق الوجبات السخنة. كمان سعادتك مكملين في المبادرة لما بعد شهر رمضان عندنا كرتونة الخير اللي بنوزعها كل أول شهر على الأسر المحتاجة لهذه الكراتين. كمان سعادتك يا رئيس من هنا ومن خلال مبادرة كتف في كتف بنبعت الرسالة لكل العالم إن مصر بخير ومصر أمان ومصر كلها كتف في كتف. كل عام وحضرتك طيب. شكرا سيادة الرئيس. محافظة اسكندرية. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. أنا هيثم ناصر من صناع الحياة اسكندرية. إحنا النهاردة في قرية أبو مسعود إحدى قرى العمرية بنقوم بتعبئة وتغليف الكراتين الغذائية استعدادا لتوزيعها. إحنا بنوزع بطريقتين، إما بالشكل العيني اللي واضح قدامنا في الصورة أو عن طريق الأكواد الإلكترونية. كل مستفيد بيوصل له رسالة على تليفونه بيقدر من خلالها يروح لأقرب محل إحنا متعاقدين معاه ويختار المنتجات اللي هو عايزها. منه ان هو يبقى عنده حريه الاختيار ان هو يختار الحاجه اللي تناسبه، زائد ان بننشط التجاره الداخليه جوه القرى لاننا بنتعاقد مع محلات جوه القرى اللي بنشتغل فيها. صناع الحياه بتنفذ انشطتها عن طريق ادماج المستوعبين في جميع مراحل العمل، بدءا من البحث عن الاسره المستحقه الى اختيار الخدمه المناسبه اللي هي محتاجاها الى تجميع تبرعات الخدمه المطلوبه وصولا بتنفيذها. وده بيخلي كل متطوع ومستوعة موجودين في صناع الحياة بيعيش كل يوم قصة نجاح هم أبطالها. إحنا مشاركين في حملة كتف في كتف ب20,000 مستوعة في جميع محافظات وقرى ومراكز مصر كلها، وجاهزين ومستعدين للاشتراك في حملات ومشاريع جديدة. شكرا لحضرتك يا فندم. محافظة أسيوط. مساء الخير سيادة الرئيس، مساء الخير على السادة الحضور، وحضرتك يا فندم تامر جلال من جمعية رسالة. احنا متواجدين النهارده يا فندم في محافظة أسيوط، النهارده يا فندم في تعبئة مبادرة تعبئة كراتين 4 مليون كرتونة مواد غذائية بمشاركة متطوعينا في كرنفال. النهارده يا فندم في فرحة على وشوش المتطوعين لمشاركة التعبئة في جميع محافظات الجمهورية. النهارده يا فندم في فرحة غير طبيعية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم عشان نعبي 4 مليون كرتونة مواد غذائية وتسليمهم للأسر الأولى بالرعاية. جمعية رسالة يا فندم متواجدة في المجتمع المدني من أكثر من 23 سنة في جميع محافظات الجمهورية. من خلال 60 فرع من فروع رسالة بنقدم خدماتنا على مدار السنة بمشاركة متطوعينا. الحمد لله يا فندم قدرنا في 22 بمشاركة 132,000 متطوع يشاركوا في حملات تطوعية في مساعدة أهالينا على مدار السنة. الحمد لله فندم كنا جمعية رسالة من أول الجمعيات المشاركة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اللي من خلاله يا فندم قدرنا نعمل 20 قافلة ستر وعافية خلال 2022 ومكملين خلال 2023. إن شاء الله يا فندم كتفنا في كتف بعض بمجهودات المتطوعين الموجودين على أرض الواقع، إن شاء الله يا فندم نقدر نوصل لكل بيت وكل أسرة في كل قرية علشان نقدر نساعد أهالينا بالشكل اللائق ليهم. إن شاء الله يا فندم كتف في كتف هنقدر نوصل لكل أهالينا في جميع المحافظات. التحدي كتير، التحدي قوي والتحدي صعب، بس إحنا يا فندم قد التحدي.
يا تامر. فندم سيادة الرئيس، ممكن تجيب لي البنات الصغيرين؟ فندم سيادة الرئيس، ممكن تجيب لي البنات المتطوعين دول عشان اسقف لهم كلنا؟ البنات الصغننين دول. رودي ملك، في حد كمان؟ في حد كمان؟ ازيك يا سيادة الرئيس؟ اهلا وسهلا. في يا سيادة الرئيس؟ يا ملك، انت بتعملي النهارده ايه يا رودي؟ بعمل خير. خير عظيم، بساعد الناس الغلبانه. كويس قوي. هنسقف لك كلنا دلوقتي. اسمك ايه؟ مازن. عندك كم سنه يا مازن؟ 9. كويس يا مازن. بتعمل ايه النهارده؟ بساعد رساله. كويس يا مازن، كويس جدا، متشكرين. معانا ملك يا سيادة الرئيس. يا ملك، يا ملك، ازيك يا سيادة الرئيس؟ ازيك يا جميلة؟ وانت طيبة يا حلوة، متشكرين جدا، شكرا جزيلا، شكرا. راس البر. سيادة الرئيس، كل سنة وحضرتك طيب. حسن مسلم، مدير مكتب الدهلية ودمياط، مؤسسة مصر الخير. احنا النهاردة في فعاليات كتف في كتف، ودي المبادرة التي اطلقها التحالف الوطني بناء على توجيه حضرتك. حضرتك يا فندم، احنا النهاردة في محافظة دمياط، تحديدا من مدينة رأس البر، معنا مجموعة جميلة جدا من المتطوعين من مختلف الأعمار، المتطوعين المتحمسين يساعدوا أهلنا في المحافظة، اللي بيوزعوا الكراتين وبيقوموا بتعبئة الكراتين ليل نهار، شغالين معانا كتف بكتف. حضرتك يا فندم، احنا في مؤسسة مصر الخير بنمتاز ببعض الحاجات المهمة جدا. أول ميزة، احنا عندنا قدرنا نوصل لكل مكان داخل المحافظة، لكل شبر، لأبعد مستفيد جوه المحافظة، وده عن طريق جمعيات الشريكة في المجتمع المدني، وعن طريق قاعدة البيانات الموجودة لدى التحالف الوطني. الحاجة الثانية والمهمة، ان احنا أطلقنا حملة طرق الأبواب، ودي حضرتك زي ما حضرتك عارف مجموعة كبيرة جدا من المستفيدين، من كبار السن، ذوي الهمم، المرضى. احنا بنقول لهم احنا شايفينكم، احنا حاسين بيكم، خليكم في مكانكم، واحنا هنجيلكم لحد عندكم نوصل لكم الخدمة ونديلكم كل اللي انتم محتاجينه. الحاجة الأخيرة سيادة الرئيس، احنا في مصر الخير كنا بنوزع المساعدات، بنوزع الكرتونة أو الوجبة، دلوقتي الموضوع بقى أكبر من كده بكتير. الموضوع بالنسبة لنا إن أنا إزاي أرسم البسمة على وش المستفيد، إزاي إن أنا أشوفه فرحان، أخليه فرحان، إزاي أقول له إن احنا معاك، إن احنا عايزينك تفرح. ودي مبادرات أطلقتها مؤسسة مصر الخير كتير، وما زالت بتطلقها، وهتبقى معانا خلال الشهر الكريم إن شاء الله، عشان نشوف البسمة على وجوه إخواتنا وأهلنا من المصريين. شكرا سيادة الرئيس، وكل سنة وحضرتك طيب، ومصر الخير بتقول لك، وكل مصر بتقول لك كل سنة وانت معانا وحاسس بينا وحاسس بمجهودنا وشايفنا. شكرا يا فندم. محافظة شمال سيناء. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا محمد راجح محمد، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير في محافظة شمال سيناء. النهاردة كتف في كتف بتشهد عودة الحياة لطبيعتها في محافظة شمال سيناء، من قلب قرية الروضة، وبمشاركة أحبابنا وأهالينا وإخواتنا من قرية الروضة، ومتطوعين معانا من كل مركز في مراكز محافظة شمال سيناء. بيشارك معانا متطوعين النهاردة من رفح والعريش والشيخ زويد وبير العبد والحسنة ونخل، وكمان بيشارك معانا جيل جديد من المتطوعين أول مرة يشاركوا معانا في التطوع. حاليا بنقوم بتجهيز الكراتين عشان نبدأ توزيعها إن شاء الله على المستفيدين الأكثر احتياجا، وده بيتم من خلال الجمعيات الشريكة اللي بتضمن وصول الكراتين للأسر الأكثر احتياجا طول الشهر الكريم إن شاء الله. وبنوعد حضراتكم إن شاء الله أن يكون موجود معنا خيمة رمضانية طول الشهر الكريم في مركز العريش، ده بالإضافة للوجبات الإفطار والسحور اللي هيتم توزيعها بشكل يومي في كل مركز من مراكز محافظة شمال سيناء. النهاردة الحمد لله احنا بنشكر حضراتكم أولا طبعا على الفرصة الكريمة اللي انتم منحتوها لينا عشان نشرك أهالينا
واخواتنا في قريه الروضه اللي مستضافينا استضافه كريمه في قريه الروضه عشان نشارك في مبادره كتف في كتف. وبنشكر حضراتكم وبنشكر كل مؤسسات الدوله على المجهود المبذول خلال الفتره اللي فاتت عشان خاطر مش بس الامن والامان يرجع لمحافظه شمال سيناء، ولكن كمان لعوده الحياه لطبيعتها، وان شاء الله كمان تكون افضل مما كانت عليه. شكرا لحضرتك. محافظة أسوان. مساء الخير فخامة الرئيس، كل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري كله بخير. أنا اسمي حسين سالم، مشرف تنموي بنك الطعام المصري وعضو أعضاء التحالف الوطني. إحنا النهاردة متواجدين بمحافظة أسوان، مستمرين بالعمل على تعبئة وتوزيع الكراتين على أهلنا الأولى بالرعاية ضمن مبادرة كت في كت اللي أطلقها التحالف الوطني. بيتم يا فندم التوزيع على الأسر من خلال قواعد بيانات مدروسة من قبل بنك الطعام المصري. كمان يا فندم التسليم بيكون عن طريق نظام الكتروني بيضمن وصول المساعدات الغذائيه للمستحقين. بنك الطعام يا فندم ليه دور كبير على مدار السنين اللي فاتت في توصيل الجزاء بشكل علمي ومدروس، ولينا الشرف يا فندم ان احنا نكون جزء من التحالف الوطني اللي اضاف لنا ميزه في توحيد قواعد بيانات المستفيدين بين المؤسسات عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من المستحقين. وده يا فندم ده اتاح لنا ان احنا نقدر نضيف عدد اكبر من المستحقين. طول ما احنا كتف في كتف اكيد دايما هنكون قد اي تحدي بيواجهنا. كل سنه وحضرتك يا فندم، كل سنه والشعب المصري كله بخير. شكرا يا فندم. محافظه السويس. مساء الخير سياده الريس، مع حضرتك رامي المكاوي من محافظه السويس، تحديدا من احد مواقع مؤسسه جمال الجرحي للتنميه المجتمعيه. في البدايه يا فندم كل سنه وحضرتك طيب وشعب مصر العظيم بخير وسلام بمناسبه شهر رمضان الكريم. وحابب انقل لسيادتك تحيات أهالينا في السويس اللي بشكروا حضرتك جداً جداً على مبادرة كتف بكتف. وكنت عاوز أوصف لحضرتك بعض تفاصيل المشهد اللي أنا فيه دلوقتي. إحنا يا فندم في التحالف الوطني ومن خلال مؤسسة الجرح للتنمية المجتمعية بننفذ مبادرة كتف بكتف، وإن شاء الله رب العالمين قبل حلول شهر رمضان المبارك بنقوم بتوزيع كراتين رمضان لكافة الأسر الأكثر احتياجاً بالسويس. كل كرتونة يا فندم بمحتوياتها المتنوعة بتكفي أسرة مكونة من 4 لـ5 أفراد. كمان سيادة الرئيس احنا إن شاء الله ورب العالمين جاهزين من خلال مطبخ المؤسسة لتقديم وجبات سخنة خلال شهر رمضان، وده هيكون بمشاركة مئات المتطوعين سواء في السويس أو في المواقع الأخرى. في النهاية سيادة الرئيس حابب أشكر حضرتك على هذه المبادرة العظيمة، وبنوعد حضرتك يا فندم إن الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف في كتف، وإن شاء الله نتجاوز كل الصعاب. وشكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضراتكم. لا انتظر انتظر بس انتظر لو سمحتوا. متشكرين جدا، متشكرين لكم، ومن خلالكم بنشكر كل الجمعيات وكل المشاركين في التحالف الوطني وكل اللي بيقوم بدور مجتمعي رائع. وأنا العرض اللي انتم قدمتوه دلوقتي بتدوا مثال فاخر وجميل ورائع. شباب وشابات، حتى انا قلت بالذات نشكر الشابات الصغيرات اللي هم الفتيات اللي هم كانوا موجودين عشان نقول شوفوا المعنى الجميل، شوفوا في فرق اللي احنا نعمل ايه في الروضة وانتوا مش احنا كتحالف وطني بنعمل ايه في الروضة وغيرنا كان بيعمل ايه قبل كده. شوف الفرق الكبير بين الايد اللي بتطبطب والايد اللي بتدمر، فرق كبير قوي. متشكرين متشكرين متشكرين. كل سنة وانتوا طيبين.